زالت فرق القبعات البيض تعمل على إنقاذ من هم تحت الأنقاض وعلى إخراج الجثث والمصابين. هنا في سقبة الضربات الجوية استهدفت عدداً من الأبنية. الهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا لخمس ساعات يومياً دخلت حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، لكنها خرقت بضربات جوية جديدة شنها الطيران السوري على دوما وحرست ومسرابة حسب مصادر طبية. ما لنا غير الله نطلب من الله الفرج. عمولوا هدنة، شو هالهدنة هاي؟ طيارة كل ما هديت والبراميل والهاي. الله يفرج يا زلمة، ما بدنا نخلص من القصة. شو النظام هذا؟ شو الروسيا هاي يا زلمة؟ الله يفرج على العباد، الله يفرج أحسن الشيء. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الغارات الجوية ألقت برميلين متفجرين على دوما ومسرابة، كما أكد مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء القصف على بلدة جسرين. أما الأمم المتحدة فقد أكدت استمرار القتل في الغوطة الشرقية على الرغم من الهدنة. الإعلام الرسمي السوري اتهم الفصائل المقاتلة المعارضة بإطلاق قذائف على المعبر الذي تم إقراره ضمن الهدنة لإخراج المدنيين، وقالت قناة الإخبارية إن الفصائل المعارضة تمنع خروج المدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية.